خلال اختتام فعالية النسخة الخمسين للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش، قال وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج إن المهرجان الوطني للفنون الشعبية المنظم سنويا بالمدينة الحمراء يعكس تنوع هذا التراث الثقافي اللامادي الهام الذي يفتخر به المغاربة. المغرب يتوفر على تعدد والتنوع الثقافي، هذا المهرجان يحاول كذلك أن يجسد هذا التنوع وتعدد ثقافي خصوصا التراث الثقافي الشفاهي. اليوم نشهد الدورة الخمسون، وأعتقد بأن هذا مسار طويل، هذا المهرجان يبقى دائما من أعرق المهرجانات بالنظر لمساره التاريخي، وهو كذلك فرصة لتبين التراث الشفاهي المغربي وكذلك للتعريف به وكذلك لحمايته. وأعتقد أن دور المجتمع المدني مهم في هذا المجال، خصوصا أننا أمام تراث ثقافي شفاهي نسعى دائما إلى تثمينه وحمايته. الدورة الخمسون للمهرجان الوطني للفنون الشعبية حققت أرقاما قياسية من حيث عدد المتفرجين الذين بلغ عددهم أزيد من 300 ألف متفرج توافدوا على الفضاءات الخمسة التي أقيمت بها العروض. هذه الدورة هي أكبر دورة عرفها المهرجان الوطني للفنون الشعبية، بحيث العدد ديال الفنانين ما يزيد على 760 فنان، وكذلك بالنسبة للعدد ديال الفرق أكثر من 60 فريق. فهذا معناه أن هذه الدورة نجحت وكانت وصلت لمستوى ديال الدورة 50 ديال المهرجان الوطني للفنون الشعبية، وكنعتبروها كانطلاقة باش تعطي الانطلاقة للمهرجان في دورته 50+1. وخلال هذا الحفل الختامي كان الجمهور الذي حج إلى الموقع التاريخي قصر البديع الذي يعود بناؤه إلى القرن السادس عشر على موعد مع سفر فني ممتع على مدى ما يقارب الساعتين، اكتشفوا من خلاله سحر الفولكلور المغربي. واستمتع الجمهور الحاضر بلواحات فنية رائعة امتزجت فيها حركة الجسد بالأغاني والأهازيج الشعبية، برع في أدائها رجال ونساء ينتمون لعشرين فرقة فولكلورية تمثل مختلف جهات المملكة.